أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، معكم هاني فرج من قناة عربيات. يا رب تكونوا خير والصحة والسعادة إن شاء الله. ناس كتير كانت على القناة بتسأل على أسعار عربيات شيفروليه دبابة 2020، سواء الأسعار كاش أو قسط. النهاردة جبنا لكم أسعار عربيات شيفروليه دبابة 2020 باور فقط، وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنقول لكم على أسعار عربيات شيفروليه دبابة 2020 باور وتكييف. النهاردة سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2020، سعر العربية كاش 288,700 جنيه. طب سعر العربية في القسط، على فكرة القسط لمدة 3 سنوات، وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنقول لكم القسط لمدة 5 سنوات. سعر عربية شيفروليه دبابة موديل السيارة 2020 في القسط، القسط لمدة 3 سنوات، إجمالي سعر السيارة في القسط 294,474 جنيه. بتدفع مقدم 72,175 جنيه، بتدفع شهريا 8,179 جنيه، تأمين على السيارة 8,661 جنيه، رسوم إدارية 4,330 جنيه. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى